ايوه صح، حياكم الله، الله بدأ يعطيكم التسجيل الصحة. مولانا. الله يسجلكم ان شاء الله. ان شاء الله هاي السنه اذا جئت الى فرنسا او المانيا ان شاء الله اذبح لكم خروفا كاملا ان شاء لا الله. احنا اللي نذبح لكم شيخنا ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله الله يحفظكم ان بخير. شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على اللهم صل محمد على وآل محمد محمد وعجل وآل فرجهم. محمد. كان كلامنا في المحاضرة السابقة حول ما يتعلق بنجاسة الحيوان، وقسمنا النجاسة بلحاظ ذلك إلى أنواع ثلاث. النوع الأول بملاحظة نوعه، يعني نوع الحيوان. الصنف الثاني أو النوع الثاني بملاحظة ما يعرض له من حالة، كما في عروض الموت على الحيوان. والأمر الثالث هو ما يرتبط، رفع الله مقامكم، بفضلات الحيوان. كذلك تكلمنا ما في صوت، راح الصوت كأنه في مشكلة من المصدر يمكن. نعم، الآن جاء. نعم، كان كلام في فضلات الحيوان وقسمنا ذلك، بينما إذا كان البول والغائط من الحيوان محرم الأكل أو محلل الأكل، فإذا كان الحيوان محرم الأكل فلا شك بنجاسة بوله وغائطه. وأما الحيوان المحلل، محلل الأكل، فلا شك بأن بوله وغائطه ليس نجسا، بل يكون من قبيل النجاسة العرفية، يعني ليس النجاسة الشرعية. هكذا. ثم ننتقل الآن أيها الأفاضل حول الكلام حول المني. احنا كلامنا في فضلات الحيوان، الأول هو البول والغائط، الأمر الثاني هو المني. كذلك اتفقت أيها الأفاضل كلمة الفقهاء على أن المني من كل حيوان له نفس سائلة فإنه نجس. هكذا، يعني الحيوان الذي ليس له نفس سائلة لا شك في طهارة منيه. الأمر الثالث الدم أيها الأفاضل، كذلك لا شك في نجاسته إذا كان من حيوان له نفس سائلة. وهذا الحيوان الذي له نفس سائلة سواء كان مأكول اللحم أو غير مأكول اللحم، بالتالي يكون دمه نجس. هكذا. نعم، أكو فشيء دائما نلاحظه، الذبيحة كما كنا نتكلم قبل قليل،
الذبيحة بعض الأحيان يتخلف فيها أو في داخلها دم. يعني الذبيحة تذبح وفق الشروط الشرعية أو وفق شروط التزكية الشرعية، فالدم الذي يخرج هذا الدم العبيط الكثير هذا لا شك له حكمه الخاص الذي هو النجاسة، لكن الدم الذي يتخلف بداخل الذبيحة، نلاحظ بعض الأحيان إحنا نذبح الذبيحة وفق التذكية الشرعية ونغسلها جيدا، لكن مع ذلك نلاحظ هنالك دم قد بقي داخل أروقة اللحم وما شاكل ذلك. هذا الدم المتخلف في الذبيحة بعد ذبحها إنما هو دم حلال وليس نجس، وهذا المقدار استثناه الفقهاء من حرمة الدم التي قالوا بها قبل قليل حينما قالوا إن الدم من كل حيوان له نفس سائلة فإنه نجس سواء كان مأكول اللحم أو غير مأكول اللحم. جيد. عندنا الأمر الرابع أيها الأفاضل هي مسألة عرق الإبل الجلالة. العفو شيخي، حتى إذا كان دم متخثر، نعم يعني يكون دم متخثر، يعني مثلا، يعني هذا مثلا هنا يكون عندنا دجاج، يعني نجيب الدجاجة نفتح يعني الفخذ، نلقى بين اللحم والعظم يكون يعني تخثر دم. هنا الفقهاء بالنسبة للموضوعات الخارجية يقولون هذا الدم إذا صدق عليه بأنه دم متخلف في الذبيحة بعد ذبحها بالطريقة الشرعية فإنه حلال حتى وإن كان متخثرا. تمام؟ نعم نعم إن شاء الله. نعم أحسنت أحسنت المصر. أحسن الله لكم جميعا إن شاء الله. عندنا مسألة عرق الإبل الجلالة. طبعا الحيوان الجلال كما مر سابقا بأنه ذلك الحيوان الذي يعني يأكل يعني عضرة الإنسان، فمشهور القدماء، مشهور القدماء يعني الفقهاء القدماء أو المتقدمين، طبعا عندنا مصطلح في علم الحديث يقسمون طبقات الفقهاء إلى 3 أو إلى 4، القدماء أو المتقدمين، ثم المتأخرون، ثم متأخرو المتأخرين، وثم العلماء المعاصرين. فعندما نقول العلماء القدماء أو العلماء المتقدمين إنما يقصد بذلك كالصدوقين مثلا، كالشيخ الطوسي مثلا، كالشيخ المفيد مثلا، ابن الجنيد، ابن أبي عقيل وما شاكل ذلك. هذه يعني الطائفة من الفقهاء يسمونهم بالمتقدمين أو القدماء. القدماء كما هو واضح عندهم مسألة عرق الإبل الجلالة حكمه النجاسة، هكذا حكمه النجاسة العرق، يعني إذا كان الإبل يأكل عضرة الإنسان، وطبيعي في ذلك الزمان كانت وسيلة الانتقال، يعني في ذلك الزمان هو الإبل، يصعدون على الإبل ويسافرون أينما حلوا وأينما ارتحلوا، فهنا إذا احتك جسد الإنسان بعرق هذا الحيوان هل يحكم عليه بالنجاسة؟ الجواب نعم، الجواب نعم. زين. طبعا القدماء عندما أفتوا بالنجاسة إنما أفتوا به على نحو الفتوى، يعني فتوى دليل ثابت وأفتوا بذلك. لكن عندنا في قبال هذا الرأي عندنا مسألة النجاسة مبنية على الاحتياط،
وذكرنا احنا في محاضرة سابقة بأن الفرق واضح بينما إذا كان الحكم على نحو الفتوى أو كان على نحو الاحتياط هكذا. فإذا كان على نحو الفتوى هذا حكم الإنسان المكلف ملزم به، لأن هذا الحكم جاء عن طريق فتوى دليل مضبوط ثابت. ورام. نعم، بينما مسألة الاحتياط لا، فصلنا الكلام فيها. طبعا الاحتياط له أقسام كثيرة، واحدة من أقسام الاحتياط اللي هو المهم طبعا هو مسألة الاحتياط الوجوبي، وذكرنا بأن الاحتياط الوجوبي يكون المقلد فيه مخيرا بين الالتزام بقول المجتهد بخصوص هذه المسألة أو الرجوع إلى غيره أيضا بخصوص هذه المسألة مع مراعاة الأعلم فالأعلم. زين، النوع الخامس كذلك الذي يلحق بفضلات الحيوان هي مسألة عرق الحيوان الجلال. يعني بشكل عام قبل قليل كان كلامنا حول عرق الإبل الجلال، أما الآن لا، عرق الحيوان الجلال. طبعا هذه أيضا من المسائل التي أشار إليها الفقهاء، وكذلك فيها أكثر من رأي. يعني كما يرى السيد الخوئي أعلى الله مقامه بأنه لا شك في طهارة عرق بقية الحيوانات ما عدا حكم الإبل اللي تقدم سابقا، لا شك في طهارتها. زين، وأيضا المقصود بالحيوانات هو عرق الحيوانات الجلالة، يعني هل الحيوانات التي تأكل عذرة الإنسان ما عدا الإبل هل يحكم عليها على عرقها بالنجاسة؟ الجواب كلا، يحكم بالطهارة. لكن أكو خلاف في هذه المسألة، اللي هو ما يحكى عن نزهة ابن سعيد. نزهة ابن سعيد في كتابه نزهة الناظر يرى خلاف ذلك، يرى بأن عرق الحيوانات الجلالة أيضا يحكم عليه بالنجاسة. زين، وكذلك عندنا أيها الأفاضل من متأخرين مثل الشيخ حسين آل عصفور أيضا يرى نجاسة عرق الحيوانات الجلالة. والسيد اليزدي أعلى الله مقامه صاحب العروة الوثقى كذلك يحتاط في مسألة النجاسة. زين، الآن أحبائي وصل بينا الكلام حتى يعني يسع بنا الوقت نختم مسألة النجاسات ثم نذهب إلى المتنجسات. عندنا مسألة المشروبات، مسألة المشروبات، المشروبات هل هي نجسة أو لا؟ هل يصح شربها أو لا؟ هذا ما نتعرف عليه إن شاء الله خلال هذه الدقائق. النوع الأول من المشروبات هو الخمر. طبعا المقصود بالمشروبات ليس مطلق المشروبات المحرمة، المشروبات المحرمة، لأن العبارة هنا نوعا ما مطلقة، مكتوب المشروبات. فإحنا شو نسوي؟ نقيدها، يفترض نقول المشروبات المحرمة. عندنا أنواع، الأول الخمر، الخمر المشهور على نجاستها، المشهور نجسة، تعرف كيف؟ لكن عندنا بعض المتقدمين، بعض القدماء يرى أنها طاهرة. لكن ألفت نظرك إلى مسألة حتى ما يصير اشتباه عندنا. الذين قالوا بنجاسة بطهارة الخمر قالوا الخمر طاهر، لكن لا يقولون بحلية شربه. أعيد أكرر، اختلف الفقهاء
في نجاسة أو طهارة الخمر، فذهب مشهور الفقهاء إلى نجاسته، وذهب بعض المتقدمين إلى طهارته، لكن الذين ذهبوا إلى طهارته يقولون بحرمة شربه، يعني لا يرون ملازمة بين حرمة الشرب والطهارة من حيث موضوعه كسائل، كموضوع هو طاهر يقولون طاهر، لكن إذا ما أراد الإنسان والعياذ بالله أن يتناوله أن يشربه هل يجوز له؟ الجواب كلا، لأنه حرام. هكذا ممكن زي. سؤال مولانا تفضلوا. هذا الموجود بالعطر الذي نشتريه من الأسواق مكتبين الكحول، يعني نوع من مثل الخمر، يمكن مش عارف شو الموجود، ولكن مكتوب الكحول يعني مثل الخمر، فهذا ماذا نعتبره؟ الفقهاء لاحظوا، الفقهاء يعتبرون النسبة المستهلكة في العطور التي لا تتجاوز نسبتها 2% من السائل الموجود، يعتبرونها نسبة مستهلكة لا تضر بطهارة السائل ككل. نعم دكتور مولانا، هو أغلبه كحول، يمكن 90% من الكحول. نعم، فإذا كانت النسبة كبيرة، يعني نسبة الكحول إلى العطر نفسه كبيرة، فتعتبر حينئذ مورد إشكال. لذلك المتفقهين في الدين أحبائي، إحنا اليوم ندرس علم آل محمد صلى الله عليه وآله وسلم، المتفقه في الدين دائما يتجنب العطور المشتملة على الكحول ولو بنسبة قليلة، دائما يبتعدون عنها بشتى الوسائل من باب الاحتياط. احتط لدينك، والاحتياط للدين من المسائل المهمة. أحسنتم، شكرا مولانا، أحسنتم، الله يحفظكم إن شاء الله. النوع الثاني من المشروبات عندنا المسكر، العفو، المسكر المائع بالأصالة، يعني ما عدا الخمر. الخمر تبين حكمه قبل قليل. عندنا بقية المسكرات ويكون مائع بالأصالة. شنو مائع بالأصالة؟ يعني هو ينتج، يعني أصله سائل، يعني الأصل لهذا المسكر هو السيلان وليس الجمود، لأن احنا عندنا بعض المسكرات تكون جامدة، رفع الله مقامكم، من قبيل الحشيشة، مسكر إلا إنها جامد. احنا وين حديثنا؟ حديثنا أحبائي حول المسكر، لكن المسكر المائع بالأصالة. هاي المسكرات هي محرمة، يعني إذا ما أراد الإنسان أن يتناولها بالتالي هي محرمة، لكن هل هي طاهرة؟ الجواب نعم، يقولون بأنها طاهرة من حيث الموضوع كموضوع، يعني هذا السائل الذي أمامي اللي هو مسكر مائع بالأصالة، هل هو طاهر أو نجس؟ الحكم أنه طاهر، هذا واحد. اثنين، هل يجوز أن نتناول هذا المسكر المائع الذي قلنا بأنه طاهر؟ الجواب كلا، فإنه محرم. هكذا زين. طبعا أحبائي أعزائي، إحنا بعض الأحيان من فوائد الدرس يصير عندنا التفاتات، فمرة السائل يسألنا يقول هذا السائل من حيث أنه سائل شنو حكمه؟
نقول له هذا حكم الطهارة. لكن إذا سألني قال لي من حيث التناول شنو حكمه الشرعي، أقول له حكمه محرم. ومشهور الفقهاء بأن هذه المسكرات، لاحظ مشهور الفقهاء بأن هذه المسكرات الماء أنها محرمة، بل ذهب الفقهاء إلى القول بالإجماع. يعني الفقهاء أجمعوا على القول بمن بحرمتها ونجاستها من حيث الحكم الشرعي. زين، عندنا أكو مسألة أخرى اللي هي مسألة الفقاع. الفقاع من المسائل التي أيضا ذكرها الفقهاء. فما هو حكم الفقاع؟ شنو حكمه الفقهاء؟ أيضا قالوا من حيث الموضوع كسائل خارجي، يعني شخص يعني يضع يده فيه، يده فيه، من حيث الموضوع هو طاهر، لكن من حيث الاستعمال والحكم الشرعي هل هو جائز؟ الجواب كلا، بل هو حرام، بل هو حرام، يحرم استعماله وتناوله. واضح أحباء إن شاء الله؟ نعم نعم مولانا، واضح. نعم شيخ، نعم. بارك الله بكم. عندنا أحبائي مسألة العصير. أكو مسألة قديمة تسمى مسألة العصير العنبي أو العنبي، أو ما يسمى بعصير العنب. هذا عصير العنب إذا ما غلا هل يحكم بنجاسته وحرمته أو لا؟ الفقهاء يقول هذا العصير العنبي، يعني العنب الذي يوضع في الماء ويغلى، هذا هنا إذا غلا إحنا شو نسمي بتعبيرنا؟ إذا فار الماء، إذا غلى الماء من الغليان ولم يذهب ثلثاه، يعني ما تبخر من عدة ثلثين وظل ثلث، ولم يذهب ثلثاه، فإنه محكوم حينئذ بالنجاسة. لكن إذا غلى وذهب ثلثاه فحينئذ يجوز استعماله. هو هل يصبح مسكر إذا غلى وذهب ثلثاه مولانا؟ يعني إذا ذهب ثلثاه يصبح مسكر؟ مسكر يعني إذا ذهب ثلثاه لا يصبح مسكرا. هو العلة هنا في الروايات، إذا نرجع إلى بعض الطهارة مثلا في كتاب وسائل الشيعة نشوفه يأكد أئمة أهل البيت عليهم السلام على ذهاب الثلثين. الفقهاء يقفون عند هذه النقطة، يقول الغرض من ذهاب الثلثين هو زوال حرمة الإسكار، يعني الإسكار يذهب حينئذ، وإذا ذهب الإسكار حينئذ فترتفع الحرمة في هذا المورد. لذلك السيد اليزدي هذه عبارته، لاحظوا، ألحق المشهور بالخمر، الخمر تقدم حكمه سابقا عندنا، العصير العنبي، يعني الفقهاء ألحقوا العصير العنبي بمن؟ بالخمر. إذا غلا، لاحظ يمتى يلحق؟ إذا غلا قبل أن يذهب ثلثاه وهو الأحوط، يعني العصير العنبي إذا غلا ولم يذهب ثلثاه فيكون حكمه حكم الخمر الذي تقدم سابقا، وقلنا بأنه حرام، اللي الفقهاء اختلفوا في موضوعه هل هو طاهر أو نجس كما تقدم قبل قليل. لكن إذا غلا وذهب ثلثاه فحينئذ المشهور طهارته.
المشهور طهارته. حتى عفوا كيميائيا مولاي يقال بأن غليان العنب حتى يحترق الثلثين يذهب مادة السكر، وبالتالي علماءنا عرفوا هذه القضية قبل العلماء المعاصرين. صحيح كلامكم من ناحية العلمية. أحسنتم بارك الله فيكم. فزميلكم يتحفنا بمعلومة يقول حتى من الناحية العلمية أن ذهاب ثلثي العصير العنبي موجب إلى ذهاب علة الإسكار أو المادة المسكرة في العنب. طبعا إحنا فقهاءنا تبعا للأدلة الشرعية التي وردت عن أئمة أهل البيت حينما ذكروا بأن العنب إذا غلا ولم يذهب ثلثا فإنه حينئذ محكوم بالنجاسة. إن شاء الله إذا طيبين بحول الله إن شاء الله تعالى محاضرتنا غدا إن شاء الله في موضوع التنجس. إحنا الآن أكملنا موضوع النجاسات، غدا بحول الله وقوته إن شاء الله موضوعنا التنجس. أسأل الله تعالى لكم التوفيق. أكرر اعتذاري عن المحاضرة السابقة. عفوا مولاي، عفوا عفوا، بس سؤال بسيط على الماشي بالنسبة للجلود مولانا، جلود السباع وغيرها هذه التي نتخذ منها أحزمة أو شنط أو أحذية أو إلى آخره أكرمكم الله، هي بحكمها هي نجسة، ولكن أنا سمعت البعض يقول إذا تم ذبحها وتزكيتها تصبح حلال، هل لديكم معطى بهذا الأمر؟ الفقهاء يقول هذه جلود السباع إذا كانت طبيعية 100% ولم تذبح ولم تدبغ بالطريقة المعتادة محكومة بالنجاسة. إلا أن هذا الكلام محل خلاف بين الفقهاء، محل خلاف بين الفقهاء، لأن جلود السباع كلها بل أجزائها محكوم بالنجاسة، وبالتالي ذبحها مستحيل. الأسد مين بده يذبح أسد؟ طبعاً. توضيح شيخنا. أحسنتم بارك الله فيكم. توضيح ممكن توضيح بس دقيقة. تفضل. مولانا اللحوم الجلالة أو الحيوانات التي تأكل النجاسات. العذراء. العذراء والنجاسات. نحن نعرف أنه إذا نمت عليها أكلت النجاسات ونمت على النجاسات، لكن لا نعرف الوقت أو المدة الذي تصبح يعني نجسة. الحيوان مجرد ما يأكل عذرة الإنسان فترة، يعني يتغذى فترة طبيعية، أي فترة، بحيث عندما نسأل هذا الحيوان على أي شيء يتغذى، إذا قلنا له يتغذى على عبرة الإنسان يعني صح إطلاق هذا المفهوم عليه، بالتالي هذا يسمى الحيوان الجلال. أما إذا لا، المرة والمرتين التي لا يعتد بهما لا يسمى حينئذ الحيوان حيوان الجلال. إذا مرة في اليوم ومرة في الأسبوع مثلا، إيه هذا لا يعد حينئذ الحيوان الجلال. لكن إذا نمى عليها أو حتى بدون أي مدة، يعني يوم أو يومين، يعني يصبح نجس. عاشت إيدك. إذا كان غذاءه يعني يحتاج أكل عذرة الإنسان، هذا حيوان جلال. نعم، شكرا. أجركم الله مولاي. أجركم الله. الله يحفظكم ويجمع عذر التأخير. الله يسلمك. السلام عليكم. السلام عليكم. يا أمان الله.